أطلع على حمص وعلى البحر، بس نحن ما بنحسن نطلع لأنه محاصرين. لذلك بعوضن بطلع لمغرب. اسمي إيشام وأنا عمري 7 سنين وأنا بصف الأول، وأحب ألعب مع رفقات كتير بالباحة، بس ما بيطالعوا معي على الباحة لأنه بشار ضرب المدرسة، وهلأ نحن عم ندرس ببيوت ما في لا دروج ولا لواح. أنا بحب الرسم كتير، وهذه الطيارة أنا رسمتها، هي كل نهار بتمرق من فوقنا وبتضرب هدول القنابل، هدول بيأذوا الناس وبيجوا بفجروا البيوت، بيتصابوا الناس وفي منهم كمان بيموتوا وبصيروا بعيطوا. أبو رقبة أبو نص لسان، عامل لي حاله فهمان وهو حيوان، خاين ما بيخجل على دمه، نحن منعرف كيف نلمه. بحب ألعب بالبسكليت وبالجوال وبالكرة السلة وكرة القدم، وبحب أرسم. بس أكبر بدي أصير دكتور عظمية أساعد الناس الجرحى.